السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرف. النهاردة معانا كده عرض ممتاز، فيديو جميل إن شاء الله، بير كامل بينباع زي ما حضرتك عايز بقى. المساحة اللي أنت عايزها موجودة، وأرض خصبة جدا، طاقة شمسية 70 كيلو زي ما احنا شايفين كده، حاجة من الحاجات الجميلة بصراحة. أنا جيت بسم الله ما شاء الله البير على 130 فدان، منهم زي ما احنا شايفين كده شجر الزيتون والنخل، الأرض خضرة. هنتحرك في أماكن تانية ونصور لكم، بيدهم 100 فدان زارعين و30 فدان لسه زي ما احنا بنصور لكم كده. الدواوير اللي موجودة عند البير، والمكان طبعا اهوت زي ما احنا عودناكم، بنصور لكم برضو غرفة الانفنتر والديزل، يعني بير طاقة شمسية محترمة موجود عليه ديزل محترم زي ما احنا شايفين كده. وده غرفة الانفلتر، فان شاء الله خليكم معانا كده وهنصور لكم اماكن من الارض، ويا رب ان شاء الله. وطبعا في نهاية الفيديو ان شاء الله بنوضح لكم كل التفاصيل والسعر وكل حاجة مطلوبة ان شاء الله. خليكم مستمرين معانا، لسه مستمرين معاكم. وزي ما انتم شايفين كده اتحركنا في مكان تاني من الارض، وده طبعا البرسيم الحجازي زي ما احنا شايفين كده. طبعا حد بيصور ان شاء الله، برسيم اهوت، برسيم محشوش. حضراتكم شايفين معانا كده الشجر، طبعا دليل ان الارض بسم الله ما شاء الله زرع بقالها فترة زي ما احنا شايفين اهوت. المكبس واقف، البرسيم اللي اتحش المكبس نازل يكبسه اهوت. الارض كلها بسم الله ما شاء الله. طبعا اي مكان هنصور فيه حاليا هيبقى برسيم الحجازي مسيطر، اللي عنده برسيم حجازي حافظ عليه وزوده، واللي ما عندوش زرعه في خلال شهر بالظبط هتلاقي الارض كلها ان شاء الله برسيم حجازي ومخضر زي ما احنا شايفين اهوت. احنا بنصور من ارض الواقع، ده شجر اهوت بس طبعا الشمس مقبلانا. ده برسيم محشوش اهوت وهينكبس زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. مستمرين معايا وهنتحرك ان شاء الله في اماكن تانية من الارض ونصور لكم ان شاء الله. لسه معاكم، وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الارض هنا كل ال100 فدان كلهم مزروعين برسيم حجازي زي ما احنا شايفين كده. ده لسه برضه برسيم لسه مزروع جديد، حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده الشجر. ولو احنا ركزنا كمان هنعدي الجسر ده هنلاقي برسيم حجازي برضو البر التاني، كل جناح حوالي 10 15 فدان مزروع اهوت. وده طبعا برسيم حجازي اللي استمر النهاردة او المية طبعا زهرة فيها هي. طبعا البير ماشي مواسير فاحنا ما عرفناش نصور المية، لكن طبعا الارض مسقية. وطبعا الناس اللي بتيجي تقول صور يا استاذ عماد بالنهار عشان نشوف الميه، يا جماعه الخضار بيدل على الميه. الارض لما تبقى مزروعه هتبقى مزروعه ازاي لو الميه فيها مشكله، سواء بيشغل ديزل او بيشغل طاقه، ده معناه اللي فيه موجود ميه يعني. وطبعا محدش هيقدر يزرع البرسيم بالكميه دي بالتكلفه ديت عشان تبقى زرعه شتويه، ويجي في الصيف الزرعه تموت منه اكيد. ما كانش فيه ميه كويسه مش هيزرع برسيم، او هيزرع على قده مش هيزرع المساحات دي كلها زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا ان شاء الله في حلقة هتبقى كويسة جدا عن البرسيم الحجازي، لان طبعا برسيم الحجازي دلوقتي اقتصاد حاجة كويسة جدا يعني زي ما احنا شايفين كده. ده طبعا دراع، وزي ما احنا شايفين الدراع اللي وراه برضو برسيم حجازي، والشجر ده طبعا في النص الارض كده على الحدود، وزي ما احنا شايفين كده برضو الدراع التاني اهو. طبعا المنظر بيقول والزراعة بتتكلم يعني، ده اهو
على مرمى زي ما انت تشوف، والنخل اهو بسم الله ما شاء الله تمام، وبرضو الدرع اللي بعد النخل برسيم، والدرع اللي بعده برسيم اهو زي ما احنا شايفين كده اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويخضر للجميع اهو زي ما احنا شايفين اهو. وادي المكان التاني اللي كنا بنصور فيه الجرار بالمكبس موجود، وادي البير، وادي الطاقة، هنتحرك برضو صور الارض بسم الله ما شاء الله. طبعا الارض مروية زي ما انتم شايفين كده، احنا بنحاول طبعا نصور على قد ما نقدر ونوري الواقع، فدي برضو بصراحة من الأراضي دي طبعا فيها مراوي، في أماكن فيها مراوي وأماكن فيها مواسير، لكن معظم الأرض مواسير من ناحية خليكم مستمرين معنا بسم الله ما شاء الله، لسه مستمرين معاكم. ده طبعا البرسيم اللي بنصوره ده فيه طبعا منه برسيم قديم، لكن اللي انا بصور فيه حاليا ده لسه متخضر جديد. طبعا يا جماعة الميت فدان او المساحة سواء 10 او 20 فدان بتبقى كبيرة، فاحنا بنحاول على قدر الامكان نصور من كم من كذا مكان، والكاميرا بتوضح، الناس اللي بتتفرج بتشوف الوضع من كل ناحية، وبتشوف طبعا لما بنصور الدراع ده بيظهر المكان الزارع والمكان اللي مش زارع، فحاجة بسم الله ما شاء الله. لكن أكبر دليل المكان كويس والمكان طبعا الخضار، نسبة الخضار في الأرض زي ما احنا شفنا المية في الأرض، الشجر والنخل ده طبعا يدل الأرض بسم الله ما شاء الله قديمة، أرض شغالة، واللي بيجتهد بيلاقي. خليكم معانا وريني معاكم، زي ما احنا شايفين كده طبعا الخضار باين والأرض باينة والمية باينة. والله الواحد ما عايز يتكلم، هي الصورة نفسها موضحة كل حاجة. لسه مستمرين معاكم وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. البلح طبعا والنخل، واحنا قلنا الكلام ده، تكعيبة العنب، خط المواسير اهوت، دي القعدة طبعا الملوكي للي يعرفها يعني واللي قعدها بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. بس ما هو هنصور من كل مكان، وبرضو زي ما احنا شايفين كده الخير والمواشي والغنم كل حاجة بسم الله ما شاء الله، لدم في مية وفي زرع كل حاجة بتبقى كويسة بسم الله ما شاء الله. نخل طبعا اهو، مستمرين معانا زي ما احنا شايفين اهو. النخل زي ما احنا شايفين اهو طارح بسم الله ما شاء الله. المناظر دي يا جماعة والله العظيم بتريح النفسية، والزراعة والمجال الزراعي
خير خير. احنا لما بعدنا عن الارض وبعدنا عن الزراعة دخلنا في المشاكل ودخلنا في الازمات. بسم الله ما شاء الله، منظر قدامنا اهو. والله من حلاوة المنظر والحلاوة اللي موجودة هنا الواحد مش عارف يصور ايه ولا ايه. طبعا معانا برضو اتحرك نلف. بسم الله ما شاء الله اهو، القصب والبرسيم، كاميرا على زي ما هتوجهها. بسم الله ما شاء الله هتجيب خضار. 100 فدان يا جماعة مزروعين كلهم خير، فربنا يصلح حال الجميع ويرزق كل اللي محتاج، وخليكم معانا إن شاء الله. ولسه مستمرين معاكم، ومعانا طبعا الأستاذ محمد هيوضح لنا كل حاجة ويوضح لنا المعلومات كلها. اتفضل يا أستاذ محمد. مساء الخير يا استاذ عماد، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. النهارده احنا في مكان خلف قريه جمعيه الرواد في مركز الفرافره محافظه بلد الجديد. المكان ده بيبعد عن قريه الرواد مساحه 8 كيلو بالظبط. 8 كيلو دول منهم 5 كيلو طريق مرصوف بالاسفلت، وفي 3 كيلو مدق في الجبل، وبنبعد عن الطريق الدولي الاقليمي او الطريق الاقليمي اللي هو يربط ما بين الفرافره وشرق العوينات ما يقرب من 3 كيلو او 3 كيلو ونص بالظبط. احنا النهارده في منطقه، لعلك صورت المكان كله يا استاذ عماد، المنطقه بتتحدث عن نفسها، بتتكلم عن نفسها، بتوصف نفسها. منطقه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لاصحابها ويبارك للي ليهم نصيب فيها ان شاء الله. الخضار بيتكلم عن نفسه، العمار بيتكلم عن نفسه، الخير اللي موجود في الارض بيتكلم عن نفسه. الارض هنا يا جماعه بير مساحته 130 فدان، بير تقنين جديد مدفوع له جزء ومش مدفوع للجزء التاني. البير ده هو مساحته 130 فدان على عمق من 350 الى 500 متر. احنا مش متأكدين من المسافة بالظبط، ولكنه على الارجح هيبقى 500 متر عمق بالبريمة، يعني لا سطحي ولا اعماق، في المنتصف كده. البير عليه الديزل، عليه الطاقة الشمسية، خطوط مواسير لكل فدان وفي الارض. في جزء من الارض مساحة متشجرة وفيها نخل، احنا ما قدرناش لضيق الوقت نصورها لحضراتكم، وباقي المساحة كلها مزروعة، وتلات ارباع مساحة البير مزروعة برسيم حجازي. فيها خير ما شاء الله، وحضراتكم لا يخفى علينا النهاردة ان احنا بنعيش في عصر طفرة البرسيم الحجازي، وفي الاسعار المحترمة اللي حققها البرسيم الحجازي كعلف للحيوان. النهاردة احنا في بير 130 فدان عمق 500 متر، عليه ديزل، عليه طاقة شمسية. ال 130 فدان مقسومين التلت والتلتين، فيه 50 فدان لسه مستصلحين حديثا، فيهم خطوط المواسير متصلحين، في جزء منهم متشجر، ولكن دول ما زرعوش لسه زرعة او اتنين او تلاتة بالكتير قوي. بقية المساحة ما يقرب من 80 فدان، المساحة كلها زرعة ما عدا جزء بسيط جدا خلف البير والطاقة لسه متصحر، لسه هيتم استصلاحه. يعني ما يقرب كده من 60 65 فدان على البير زارعين برسيم حجازي. البير على 130 فدان اللي زارع حركة 80 فدان بس، يعني المية متوفرة جدا، مش مستهلكين للجاز والديزل بطريقة مش كويسة. لا، ده الاستهلاك يعني بصراحة مرشد جدا جدا جدا، مفيش أي ضغط، مفيش أي مشكلة. وأعتقد يعني إن الخير اللي موجود في الأرض بيوضح الكلام اللي أنا بتكلمه لحضراتكم. البير ده هو كله معروض للبيع يا اخوانا، كل البير معروض للبيع، ال 130 فدان. في واحد يقدر يشيل البير كله على بعضه؟ ماشي، اهلا وسهلا، مفيش مشكله، يقدر يشيل البير كله على بعضه.
في واحد عاوز 10 فدان بس، 20 فدان بس، 30 فدان بس، 5 فدان بس، نقدر نبيع بالتجزئة أي مساحة حضرتك عاوزها من على البير ده، والأمور كلها متاحة. بالمناسبة آخر حاجة ما تكلمناش فيها موضوع التقنين، البير طبعا قلنا لحضراتكم إن هو تقنين، البير معمول له ملف تقنين مدفوع 10%، مدفوع 10% على مساحة 65 فدان، باقي المساحة لسه صاحب الأرض بيدفع عليها في الوقت الحالي، ولو حصل نصيب اللي هيشتري هيكمل مكانه الدفع. البير بالنسبة للسعر، السعر مفاجأة على شكل الخير، يعني على شكل الخير اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، السعر مفاجأة. السعر 45,000 الفدان، مفيش فيه تفاوض، يعني 45، احنا كنا ممكن نقول 50 قابل للتفاوض، 55 قابل للتفاوض، لا 45، البير كله في بعضه. يعني بقى في واحد ممكن يجي يختار حتة من اللي مزروعة برسيم، يقول مزروعة دي ممكن تزيد شوية علشان خاطر الخدمة اللي فيها، لأن المناطق اللي زرعة في البير 65 فدان اللي زرعين في البير زرعين من أكتر من 6 سنين، زرعين من أكتر من 6 سنين. المناطق الجديدة اللي لسه ما تمش استصلاحها، يا دوب اتصلحت واتعملت فيها البنية التحتية، البنية الأساسية كلها، خطوط المواسير والجسور والسكك والكلام ده كله، دي كلها جاهزة، ممكن الفدان يبقى فيها ب 35,000، لكن اللي احنا بنقول البير كله على بعضه الفدان ب 45. واحد عاوز يشتال او يشتري في المزروع بس هيبقى ب 45، ممكن يزيد شوية يقل شوية حسب التفاوض ان شاء الله. واعتقد ان احنا قلنا كده كل المعلومات اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها، وشكرا ليكم. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد، طبعا كل المعلومات ظهرت معانا، والخير طبعا اللي موجود في الارض ظهر، وربنا يرزق المحتاج كله. طبعا انا مشغول في اكل البلح، بصراحه البلح طعمه جميل جدا. وشكرا ليكم، وكان معكم عماد نبيل في قناه ابدأها صح بالفرفشه.